إسرائيل وعلى غير عادتها في كل عملية تقوم بها تأخرت عن إعلان مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في عملية لم يكن مخطط لها بحسب أقوالها، لكنها سارعت وأخطرت أمريكا بالموضوع. الأخيرة بدورها ماذا فعلت؟ قامت باستخدام قاذفات B2 سبيريت الشبحية لضرب أهداف تابعة لأذرع إيران باليمن. يبدو أن أمريكا أرادت إرسال رسالة لإيران قبل الإعلان عن مقتل السنوار، مفادها إذا فكرتم في الرد أو التمادي فإن قاذفاتنا الاستراتيجية ستقصف منشآتكم النووية، وهذه رسالة مباشرة لكم عبر الحوثيين. لنتعرف مشاهدينا على القاذف الشبح الأكثر رعباً في العالم. ما هي هذه القاذفة؟ قاذفة B2 الشبحية الأمريكية الأخطر في العالم، هي غير مرئية للرادارات وتستطيع اختراق التحصينات. هاي من ضمن المعلومات التي نتحدث بها عن قدرات القاذفة الشبحية، هي بمثابة قفزة هائلة بمجال التكنولوجيا التي تنفرد بها أمريكا وحدها. يمكنها أيضاً من ضمن الخصائص أن تسقط قنابل تقليدية وأيضاً قنابل نووية قادرة على حمل 18,000 كيلوغرام من المتفجرات. تكلفة بناء هذه القاذفة الواحدة من هذا الطراز نحو مليار دولار بالمتوسط. إذا ما أردنا أن نتحدث عن مداها، يبلغ مداها 9600 كيلومتر من دون التزود بالوقود طيلة رحلتها. فلكم أن تتخيلوا هذه القاذفة الشبح التي عرضناها عليكم قبل قليل، ما هي الخصائص المهمة والقوية التي من الممكن أن تقوم بها. ربما أرادت أمريكا استباق الأحداث، أرادت إرسال رسالة ردع مبكرة لإيران بعدم التفكير بالرد على ما ستقوم به إسرائيل، وإلا فإن الضربة ستكون أمريكية في المرة القادمة وضد المنشآت النووية، ولا توجد قاذفة استراتيجية تستخدم لضرب التحصينات النووية في القوة الجوية الأمريكية معدة لذلك إلى البي أو إلا البي 2، خاصة وأن قاذفات B2 سبيريت، نعود إلى ضيفنا حتى نتحدث عنها، هذه القاذفات مهمة جداً قوية جداً ومرعبة.